ضيوفنا الكرام وكل من يواكب معنا جلساتنا العملية، مرحبا بكم في جلسة اليوم 11 من مارس 2017 والتي نفتتحها بالنشيد الوطني الرسمي. نستمع الآن إلى كلمة هيئة الحقيقة والكرامة. مساء الخير ومرحبا بكم. تعرفوا لي يوم 12 مارس هو اليوم العالمي لمناهضة الرقابة على الإنترنت، ويوم 13 مارس هو يوم الوطني لمقاومة الرقابة على الإنترنت. هيئة الحقيقة والكرامة اغتنمت هذه الفرصة لتسلط الأضواء على موضوع انتهاكات التي هي متعلقة بالإبحار في الإنترنت. ونعرف الكل اللي هالانتهاكات تنطلق بانتهاك الحق في التعبير وتتوسع إلى جميع الحريات إلى أن تصل إلى التعذيب والإيقاف، إضافة إلى يعني الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية تصير يعني انتهاكها بشكل غير مقبول. كانت في تونس معركة شرسة ما بين المجتمع والدولة التي سعت إلى أحكام قبضتها على الشبكة العنكبوتية والعنكبوتية. وهالمعركة حسمت لفئة المجتمع، رغم اللي في البداية كانت العلاقة كانت غير متكافئة، لكن بالرغم اللي الدولة كانت وظفت وسخرت جميع أجهزة الدولة للقيام بهذه الرقابة، مش ليس فقط الأجهزة لكن الموارد البشرية والمالية، ومن بينها بالطبع رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، وكالة الاتصال الخارجي، التجمع الدستوري المنحل اللي كان عنده فروع مختصة في تقارير الوشاية على
من يبحر وماذا يفعل في الإنترنت. وهذا الكل اليوم سنسلط أضواء على هذا الجانب من تاريخنا لنأمن أن مستقبلاً ما يصيرش تكرار مثل هذه الانتهاكات، وحرية المواطنين هي ثمينة مقدسة وعلى الجميع وبالأساس الدولة أن تحميها وتحترم حريات وحقوق المواطنين. باش نسمعوا اليوم 5 شهادات، وإن شاء الله نكونوا يعني يوريوا بما فيه الكفاية أثار هالانتهاكات على حياة البشر. وشكرا. تؤثث جلسة اليوم عديد الشهادات التي ستنقل لنا ألم ومعاناة أصحابها، واحتراما لهذه المشاعر نلتمس منكم التفضل بغلق الهواتف الجوالة، عدم التصفيق، التزام الهدوء التام، وعدم التصوير. كانت تونس البلد الأول عربياً وإفريقياً في الربط بشبكة الإنترنت منذ 1991، وقد عمل النظام على استغلال ذلك لتجميل صورته، غير أن فضاء الإنترنت كان في الواقع فضاءً موازياً للنشاط والتعبير، حيث بات يمكن للأصوات الحرة من خلاله ممارسة مواطنتها والتعبير عن قناعاتها مع إغلاق النظام للفضاء العام واحتكاره للمجال السمعي والبصري. فللتذكير، لم يمنح نظام الاستبداد منذ 1987 رخصة النشر لأي وسيلة إعلام مستقلة، ولمواجهة هذا الفضاء الجديد جند النظام أجهزته القمعية لتتبع إبحار التونسيين على الإنترنت. وكانت لقصة الرقابة على حرية الإنترنت زمن الاستبداد بداية، حتى أصبحت تونس معروفة على النطاق العالمي بوصفها إحدى أكثر الدول ممارسة للحجب والمصادرة، حيث وظف النظام إمكانيات ضخمة من أجل إحكام سيطرته على الإنترنت، فتم بعث جهاز خاص في المعلوماتية للرقابة والتتبع، وفرض ترسانة من القوانين لتبرير ممارسة المصادرة والرقابة. يحمل قرار وزير الاتصالات لسنة 1997 المتعلق بالموافقة على كراسي الشروط الضابط لشروط استغلال الإنترنت مزود الخدمات مسؤولية المحتوى المتصفح من الحرفاء، ويلزمه إبلاغ الوكالة التونسية للإنترنت بالقائمة الإسمية لمنخرطيه. وفرضت كراس شروط مجحفة على مالكي الفضاءات العمومية للإنترنت بهدف تشديد الرقابة، فمسير الفضاء مطالب بالمراقبة عن بعد لمحتوى البريد الإلكتروني لحرفائه، ومجبر على الاستعمال برمجية بوبليسوفت الذي يمكن من مراقبة نشاط زوار الإنترنت مباشرة، كما سمحت مجلة البريد الصادرة سنة 1998 لإدارة البريد بمصادرة كل إرساليات بريدية أو إلكترونية بموجب الإخلال بالنظام العام. هي بالنهاية تقنين للرقابة، فكيف يمكن معرفة هذا الإخلال بالنظام العام إن لم يتم مسبقا الاطلاع على محتوى الإرسالية؟ ومثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 تعلة لتوسيع دائرة الجرائم الإرهابية لتطال حرية الإبحار على الإنترنت. لقد تمت عدة محاكمات بموجب هذه القوانين، نذكر من بينها محاكمة مجموعة شباب جرجيس بتهمة تكوين مجموعات إرهابية وشباب أريانا، واعتمدت المحكمة على أدلة متمثلة في ملفات محملة من الإنترنت. تعددت تقنية النظام لمصادرة حرية التونسيين في الإبحار على الإنترنت، ومن بينها الكي لوغر، تسجل خلسة جميع ما يقع نقره على لوحة مفاتيح حاسوب ما، وترسل هذه المعطيات إلى المصدر، أحسن التروادة والفيروسات، فرز المحتوى، تتمثل في تمرير جميع طلبات صفحات الويب على نقطة مراقبة مكلفة بالسماح أو بالمنع للطلبات. كما عمل النظام على مراقبة واعتراض البريد، وكانت تقوم شرطة الإنترنت بإخفاء وعرقلة الملفات المرتبطة به، فحينما يتم فتح الرسالة المطلوبة فإنها تختفي ويعوضها بريد غير مرغوب قد يتهمك باللاوطنية. في هذا السياق أطلقت جمعيات مستقلة من بينها الرابطة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صيحة فزع في سبتمبر 2008: إننا معطلون بشكل كبير في عملنا منذ أشهر، لم يعد ممكننا الدخول إلى بريدنا الإلكتروني، وحين نتمكن من ذلك تختفي رسائلنا أو تصبح غير مقروءة وتبتلع.
ولا يتعلق الأمر لا بمشاكل تقنية ولا بمشاكل ربط بالشبكة، ولكن وبكل وضوح بالرقابة المسلطة على المجتمع المدني التونسي المستقل، كما عمد النظام في عديد المناسبات على قطع الربط بالإنترنت رغم كون المشترك يدفع اشتراكه بانتظام، وهو ما تعرضت إليه منظمتان هما مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع والمجلس الوطني للحريات في تونس اللتان تتشاركان نفس المقر. وقد قامت المنظمتان بتقديم 16 شكاية بسبب قطع الاتصال في ظرف 9 أشهر سنة 2008. لحقت عمليات المراقبة والحجب المعارضين السياسيين والجمعيات المستقلة والنقابات وحتى البعثات الدبلوماسية، وقام النظام بحجب عديد المواقع والصفحات وتحديدا مواقع حقوق الإنسان ومواقع المعارضة ومواقع الترجمة الآلية وبعض مواقع الموسوعات مثل بعض صفحات الويكيبيديا ومواقع إيواء الفيديو مثل اليوتيوب والديلي موشن، بل وقام النظام بحجب موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لمدة 16 يوما في صيف 2008. لقد كان الزائر العادي في الفضاء الإلكتروني من ضحايا السمسرة، إذ قام النظام بحجب مواقع لمجرد مقال يحمل بعداً نقدياً للنظام، وقد حرم مثلاً الباحثين من متابعة دروس أكاديمية موجودة على مواقع نشر الفيديوهات. كما لم يفلت التونسيون الناشطون في الخارج من سيف الرقابة، حيث تم استهداف المواقع المعارضة المئوية في الخارج، كما قامت أجهزة النظام بمراقبة خطوط ربط المعارضين بالخارج وبريدهم الإلكتروني. لقد كانت الاستثمارات الموظفة في عمليات مراقبة الإنترنت بلغت حجماً ضخماً، تتقاسم أعباؤها ميزانيات وزارة الاتصال ووزارة الداخلية والوكالة التونسية للاتصال الخارجي ورئاسة الجمهورية. لم يكتف النظام بممارسة السنسرة، بل قام بتشديد الخناق على الشبكة العنكبوتية وتتبع الأنشطة فيه. ففي الانتخابات الرئاسية سنة 2009 عمل النظام على محاصرة الفضاء الافتراضي والتحرك على شبكة الانترنت عبر تركيز خلايا جهوية تحت إشراف لجان تنسيق التجمع المنحل، وقد أخذت عدة تسميات منها اللجنة الجهوية للمساندة والدعم الإلكتروني بالمرسى، اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة رسل شبكة الانترنت بصفاقس وقفصة، خلية اللجنة الجهوية لليقظة الإلكترونية الرقمية بباجة وبنزرت. وقد كانت ما تسمى خلية الانترنت التابعة للوكالة التونسية للاتصال الخارجي تعد تقارير مفصلة توجهها إلى رئاسة الجمهورية حول النشاط على الانترنت، وذلك بصفة يومية، حصة صباحية وحصة مسائية وحصة ليلية. ولقد اعتمد النظام على شخصية حزبية، حيث يذكر تقرير أمني من الأرشيفات التي حصلت عليها الهيئة أن شاب من حزب التجمع المنحل كلف بقرصنة حسابات المعارضين في الداخل والخارج، وشخصيات من بينها رجل أعمال واستقاء معلومات حولها وتبليغها إلى الإدارة المركزية للتجمع المنحل. كما تبين مذكرات موجهة من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي إلى رئاسة الجمهورية عن إنجاز هذه الوكالة وبثها أشرطة من أجل التصدي لما سمتهم بمناوئين. وللمفارقة تم نشر هذه المقاطع على الديلي موشن واليوتيوب، وهما من المواقع المحجوبة في تونس. رغم تضييق الخناق على الحريات من طرف أجهزة الدولة، فقد عمل الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان على استغلال فضاء الإنترنت لكسر الرقابة المفروض على المجال العام، وذلك من خلال نشأة عديد المواقع الإلكترونية الهادفة لكسر جدار الصمت على الانتهاكات التي تمارسها آلة القمع والاستبداد. ففي أوت 1999 أطلق المجلس الوطني للحريات بتونس موقعه ومنتداه ليتحول بدوره إلى فضاء للحوار واسع الشعبية، وقد تم حجبه بعد زمن يسير من إطلاقه. كما وجد موقع تكريز الذي نشط بداية من 1998 ليتحول سنة 2000 إلى منتدى واسع الشعبية للشباب التونسي، وقد عمدت الوكالة التونسية للإنترنت إلى منع الولوج إلى الموقع كذلك. وفي أكتوبر 2000 ظهرت المجلة الإلكترونية كلمة على إثر رفض الترخيص لها، ليتم حجبها أيضاً بعد أسابيع من إطلاقها. كما تعددت هذه الفترة مواقع المعارضين المنفيين، وتكثفت هذه المبادرات بفضل مواقع تجميع الأخبار التي ظهرت على غرار تونس نيوز سنة 2000 وتي أن بلوغ سنة 2005. وأنشأ زهير اليحيوي موقع تونيزين الذي نشر الرسالة الشهيرة للقاضي مختار اليحيوي لأول مرة، فأصبح فضاء الإنترنت فضاء للتأثير على الواقع الحي. تميز هذا الموقع بجرأته من خلال نشر بيانات نقدية ونصوص ساخرة من ممارسة النظام، وهو من أوائل المواقع التي نشطت في تحدي واضح لسلطة دولة الاستبداد.
وقد عرفت هذه الفترة انطلاق النشاط في الانترنت عبر أسماء مستعارة تخفي الهويات الحقيقية لأصحابها، وذلك لتجنب ملاحقات النظام. وقد مثلت إمكانية نشاط مع إخفاء الاسم الحقيقي حافزا لنشاط الشباب لاحقا عبر المدونات. علاش تعرف ياسر السيت من بعد؟ لأنه سببين اثنين خاصة. أولا هو المنتدى، منتدى تنزين الفوروم اللي كانت فيه فصائل المعارضة التونسية الكل، من اليسار الإسلاميين للقوميين وحتى برشا قوادة متاع الحاكم، طبعا كانوا موجودين ويعسوا على الناس هذوما الكل. الحاجة الثانية اللي تعرف بها السيت هي المقالات الساخرة متاع زهير الحيوي شهرة التونسي الله يرحمه، ومتاع محمد بوريقة شهرة عمر الخيام، اللي كان فيها يعني تقليد لبن علي وللحاشية متاعه. زهير الحيوي عدى عام ونص في الحبس وتعذب تعذيب وحشي. زهير في الزنازة متاعه الحاكم كان أكثر من المعزين، لكن رغم ذلك ما لازمش الصورة اللي تقعد في الأذهان متاع الناس هي صورة الضحية. زهير كان مناضل صلب وشرس. زهير وقت اللي الحاكم صدم على البوبلينات باش يشدوا وقف وقرروا أنا اللي تلوجوا عليها خليوا الآخرين رايضين، إذا زهير قال كلمة الحق في وقت صعيب ياسر باش تقال. لقد نشط الموقع الذي أنشأه زهير بكثافة، فقام النظام بتتبعه حتى تم إيقافه في جوان 2002 في مركز الأنترنت الذي أشتغل فيه، وحكم بسنتين سجنا نافذة من أجل نشر أخبار زائفة واختلاس واستعمال خطوط الاتصال. ولم يقع إطلاق سراحه إلا في نوفمبر 2003، وتوفي لاحقا في مارس 2005 من مخلفات التعذيب الذي تعرض إليه، وبعد أن عانى الملاحقات والمضايقات المستمرة من الأمن. مثلت تجربة زهير عبر الموقع الذي أنشأه النموذج الريادي للمقاومة عبر فضاء الأنترنت، لتتواصل بعده تجارب مماثلة من بينها موقع نوات سنة 2004، وتواصلت بعد ذلك نضالات الشباب التونسي عبر المدونات للتعبير عن آرائهم الحرة رغم رقابة النظام وهرولته الدائمة نحو الحجب. وقد اشتدت الرقابة منذ 2005 مع انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس، وقد ترأس وقتها الجنرال لحبيب عمار اللجنة القارة المكلفة بالإعداد المادي والتنظيمي، حيث تم تضييق الخناق على الفضاء الإلكتروني وحجب المدونات وتتبع المدونين وإيقافهم. لقد مورس الحجب على نطاق واسع على موقع القمة نفسه، وتمت مصادرة تقرير لمنظمة العفو الدولية ومنع من التداول، وتعرض ناشطون وصحفيون إلى الاعتداء، كما تم قطع البث المباشر على القناة الوطنية للخطاب الافتتاحي لرئيس الكونفدرالية سامويل شميت، وذلك في اللحظة التي أشار فيها إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تجمع بين أعضائها دولا تسجل المواطنين لا لشيء إلا لأنهم انتقدوا السلطة على الإنترنت أو في الصحافة. emprisonne des citoyens au seul motif qu'elles ont critiqué leur gouvernement et leurs autorités sur internet ou dans la presse. لقد مثلت القمة العالمية لمجتمع المعلومات سنة 2005 مناسبة سانحة لكشف مدى ممارسة نظام الاستبداد لأعلى درجات الرقابة والحجب، ولتكون مناسبة للتحشيد وليتبلور وعي جماعي على ضرورة مواجهة هذا النظام طلبا لأبسط الحقوق هو حق التعبير في فضاء الانترنت، حيث شكلت هذه القمة منعطفا لينفذ النضال الإلكتروني على أرض الواقع. فكانت عدة حركات وأنشطة على الفضاء الافتراضي ثم على الميدان في مواجهة آلة الرقابة والحجب، حيث اعتمد المدونون التونسيون وسائل مختلفة بهدف التعبير عن رفضهم لسياسة حجب المواقع وتتبع المدونين، وذلك من خلال نشر صور كاريكاتورية ونصوص ساخرة. وكتعبير عن الاحتجاج دعوا إلى تنظيم تظاهرة تتمثل في التوقف عن الكتابة ليوم واحد عرفت بيوم التدوينة البيضاء يوم 25 من ديسمبر 2007، كما انتظمت يوم 8 من جوان 2008 تظاهرة بعنوان التدوينة الحمراء، وذلك للاحتجاج على القمع الذي تعرض له أهالي الحوض المنجمي بقفصة. تكثفت بعد ذلك التظاهرات منها لا للحجب خاصة بعد غلق الفيسبوك في صائفة 2008 وحملات يزي فوك وسيب صالح وانهار على عمار. وانتظمت هذه التظاهرة يوم 22 من مايو 2010، وقد قدم حينها المدونان سليم عمامو وياسين العياري إعلاما لوزارة الداخلية من أجل التظاهر، غير أنه واجهت أجهزة الأمن حينها المدونين وحاصرتهم وأوقفت عددا منهم، كما أطلق المدونون حملة رسالة إلى نائب للمطالبة بمناقشة موضوع الحجب في مجلس النواب.
لعب لاحقا فضاء الانترنت دورا حاسما في ثورة 17 من ديسمبر 2010 والرابع عشر من جانفي 2011، حيث تناقل عبره الشباب أخبار الاحتجاجات، فتم تشارك الصور ومقاطع الفيديو، وقد انتشر بكثافة هاشتاغ سيدي بوزيد على موقع تويتر طيلة أيام الحراك الثوري. لقد ساهمت الشبكات الاجتماعية في نقل أحداث الثورة إلى العالم رغم الإيقافات والتعذيب في وزارة الداخلية بالتوازي مع تعتيم الإعلام الرسمي، وقد أصبحت حينها الأسماء المخفية للمدونين مكشوفة في مواجهة نظام القمع والاستبداد. لقد وجد النظام حينها نفسه عاجزا على مواجهة هذا الطوفان، ولعله لذلك مثلت آخر ورقة لعبها الرئيس المخلوع يوم 13 من جانفي 2011 هو إعلان تعليق الرقابة على الإنترنت، ولكن كان للشعب التونسي الكلمة الأخيرة يوم 14 من جانفي. ولذلك اعترافا بدور رواد مقاومة الاستبداد عبر فضاء الانترنت، تم اعتبار يوم 13 من مارس 2012 في الذكرى السابعة لوفاة زهير اليحيوي يوما وطنيا لحرية الانترنت. ويتساءل اليوم المواطنون والمدونون، هل احتجبت الرقابة حقيقة بعد الثورة؟ وهل باتت الإرساليات الخاصة غير خاضعة للرقابة إلا بإذن قضائي؟ وهل أصبحت حقا عمليات السنسرة والرقابة من الماضي؟ سنستمع الآن إلى